حاليا يعني بطلت يعني حياتي كشخص رياضي، من شخص كان رياضي وبروح على تمريناته كل يوم. كنت بستعد لمرحلة قوية جدا، هذه أقوى مرحلة كانت في حياتي. اليوم صار وقت كله فراغ، وإحنا بنتدمر، وإحنا تحت القصف، وإحنا تحت التهجير، من نزوح لنزوح، من مكان لمكان. كرة السلة بتعني لي حياتي الكاملة، أنا أعطيتها كل اهتماماتي. لاعب المنتخب الوطني الفلسطيني، حصلت على لقب الهداف وأفضل لاعب لمدة 5 أعوام في الدوري الفلسطيني، آخرها حصلت على أفضل 5 لاعب عربي في بطولة الجزائر. تركت الشهادات وتركت الكؤوس وتركت الميداليات، يعني سنين طويلة أنا تعبت على نفسي عشان أحرز على هذه الميداليات والكؤوس، وبالآخر يعني اتحطمت هذه الأشياء والبيت اتقصف واتدمر وهذه الذكريات ذهبت. أكثر حاجة يعني صعبة يعني في الحرب بالنسبة لي أنا على كرسي متحرك إنه التنقل، كيف بدي أمشي في مكان مكسر من القصف؟ دبابة بعيدة عنك 100 متر ولا 200 متر، شو بدك تعمل بيك حالة؟ وإذا إيش ليه لمحتك أو شفتك تضربك، قذيفة بتقتلك، بتقتل كل عائلتك. حاسس إنه أشياء كثيرة فقدتها، الحرب هذه خسرت الكرسي وخسرت النادي وخسرت حياتي وخسرت البيت تبعنا، خسرت العقد الاحترافي، خسرت أصدقائي، أصدقائي اللاعبين ذوي العاقة استشهدوا. هيك فجأة انقلبت الدنيا، حلمي كان إنه يبقى عندي كرسي خاص في لعبة كرة السلة، وشريت هذا الكرسي ولعبت فيه بطولة الجزائر. الآن يعني الكرسي اتدمر والنادي اتقصف والصالة الرياضية تاعتنا اللي اتقصفت. حابب إنه أنا ألعب كرة سلة وأرجع، لكن رحت على كذا مدرسة فيها كرة سلة ملعب، لكن ما فيش رنجات. ملاعب في الجنوب للجسة النفها منطقة آمنة رحت عليها أصبحت أماكن إيواء، صار الناس كلها كل واحد عامل في خيمة في قلب الصالة الرياضية وقاعد فيها. عايش أنا وأهلي في الوقت الحالي في خيمة وعنا إحنا 6 نفار. التنقل في الحركة صعب جداً، لأنه خصوصاً أن الشارع مش ملائم أن أنا أتحرك بسرعة، لأنه منطقة يعني فيها معاناة أنه أنا أخرج بسرعة. أنا بشوف صور على الجوال وبشوف في فيديوهات وأنا بلعب كرة سلة، بقول ياه وقتش الزمن هذا يعود. أنا بدي أرجع ألعب وبدي أكمل حياتي. رسالته أنه إحنا نتحرك، من حقنا أن نحلم ونحقق، من حقنا أن نعيش حياتنا بأكملها.